مبردات طلع منو شي راه مبردات والله السلام عليكم ورحمه الله حاره فيها. غنوجد لكم الخلطه السحريه مطلقه. الله اول نهار بعد السفر ضروري ولا مش كل نهار ان شاء الله تركب بس الدنيا كتبقى برده كنخرج الغدا كنبقى البروده كنخرج الفطور البروده العشاء البروده وصافي ولد يتبرد صافي غير غسل 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 سير عمرها ما سير بلا ما نوصفها هذا كيما قربوا بها قربوا بها هذا يلا صاف ما شاء الله تبارك الله اول تخريفه ديال العنب الموسم 2023 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والعشقي في النبي صلوا عليه والله صلوا عليك يا رسول الله فاتح الله تبارك الله ما شاء الله غير العنقود فيه 3 كيلو اللهم زيد وبارك ما شاء الله الخير الخير الكريم بلغت البلدي احسن ما كاين راه هو هذا اللي غرست لكم في المزرعه هذا الاشكال والانواع غير البلدي ان شاء الله العام الجاي غادي ناكلوا معنا غير البلدي ما شاء الله تبارك الله هذه الادوات شي حاجه طبيعي غير الغبره صافي خصو غير الغبره اييه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انت حمسيت خير اللهم زيد وبارك واسمحوا لنا كنشاهدوا المشاهدين ديالنا العزاز والله غير كنبغيو نشاركوا معاكم داك الشيء الطبيعي ديالنا وصافي والخير اللي عندك كل واحد خير في داره كل واحد تبارك الله شوفوا شوفوا الله نحلل لكم بعدا خدام ما شاء الله العظام يا سلام في الوقت اللي كان طايب شي ما شاء الله ما شاء الله خدمونا الكريم هو يعمل انا نقول له خصنا نغسلهم باش دلحقتي اول تبارك الله حقاش هاد المعلقين تبارك الله هما اللي كيطيبوا دغيا خير ما شاء الله هاك يلا يلا لا لا خير ما تضحيش به ما تضحيش به ما تضحيش به هاك لا لا هاك هادو اللي معلقين كاملين كيطيبوا لنا دغيا ها هو ها هو احمد اجني غير اللي طايب احمد بقى ويت الفرحه باش يجيني كلشي ها هو ها هو تبارك الله خيرات بلادي تبارك الله وصل على النبي ما شاء الله تبارك الله بارك الله بارك احسن عشيه ونجيو شويه ما شاء الله تبارك الله خيرات بلادي اللهم زيد وبارك تبارك الله اللهم زيد يا سلام طبيعي هذا ما يتباع ما يتشرى هذا الشيء من المزرعه ما شاء الله تبارك الله الخير مولانا الكريم يا سلام راه مبردات مبردات طلع منو شي راه مبردات 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 هارا مبردات يا سلام هذا راه خاطي بان خضر شي شويه راه حلو حلو ما شاء الله يرجع ما طايبش باش يرجع كحل السكر السكر دابا هذا هو اللي كتشوف ما شاء الله راه غيرجع السكر يا سلام وبالصحة والعافية غزلان دابا كتجني الفلفلة السودانية الحمراء والخضراء ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك خليها حتى تزيد طيب شويه واش زرجع حمراء هكا كتكون بالغه يعني كتكون حاره بالمعقول الحمراء بحال هذه اللهم زيد وبارك هذه من طبيعه الحال هي اللي كتشوفونا كنديروا لها الزيتون كنشرملوها وكنصيبوها الزيتون الخضر والزيتون الكحل وكاينه الخضراء من طبيعه الحال هي اللي غادي تتخلع باش تبقى يعني تتكل مع الماكله في الوقيته ديال الغداء ولا ديال العشاء على وجه الخصوص البيصر
ان شاء الله تبارك الله الخير يطلع مزيد وبارك. ولكن حاره عتي على حاره فيها ما نقدرش نكمل وحده. هي السودانيه من طبيعه الحال مبين يعني الخضر اللي في الصيف كتجود علينا بالخير الكثير. ها هي تبارك الله كاينه اللي حمراء كاينه اللي خضراء وكاينه اللي مازال صغيره وكاينه اللي باقا كتنور. الخير ما شاء الله وكل ما جنيتها كل ما عطاتك ما شاء الله تبارك الله. هذه تبارك الله فيها مترو تقريبا تجي قدي والله ما شاء الله. شوفي تبارك الله هي اكبر وحده فين يعني كيف الغبار مزيانه كامل غيكونوا بحال هكا. باللغه ديالنا في الجباله نيكو تبارك الله الخير بحال هكا نقولوا لها حنا يكون مقرده مقرده تبارك الله مقرده. هاي تالي من بالي هذيك كنت نقولها بخير والله اللي كنقولها مقرده تبارك الله. شوف هذه هي السودانيه الخضراء اللي غنخلعوها ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي كنخلعوها البايصار ودلو هذه بلديه 100% خلاص راه كنعطيوها كادو للناس اللي كياخذوا لي كوموند. هذه الزريعه ديالها بلديه وهي بلديه يعني لا دواء لا حتى شي حاجه الغبار فقط. ولكن حاره حاره اللي كيبغي الحار مرحبا. لا كملت واحد اصلا الحار مهم للجسم بزاف ضروري خصنا مره ندخلوا الحار بواحد الطريقه يعني واخا ماشي مباشره ما شاء الله. حيت الحار كيحيد لنا ديك الميكروبات وداك الشيء اللي فيه من طبيعه الحال في الطريقه ديال التخليع راه تشوفوها معنا. خالتي كنعمل له بحال هكا جوج ولا ثلاثه بحال هكذا بحال هكا لا بحال هكا محمد مع شويه الخبز غير الخبز عادي ما فيهش شي حاجه. تخيلوا 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 داكشي على الصحه ديالها زوينه. نقول لها باه واش داخل حماق على الحار قالت لنا عمروا لي الحار انا بغيت الحار 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 بزاف داكشي علاش بعد مدعمل لها هادشي الحار كامل. هانتي لاله الغاليه حنا كنخلعوا لك الناس اللي كيبغيو الحار طبيعه الحال غنوريكم حتى الطريقه التخليع ان شاء الله كلشي واه محمد كيقطع شويه حتى الناس اللي بغاوه من طبيعه الحال فاش ياخذوا شي كوموند يفكروني يقولوا لي حنا الكادو ديالنا هو الحار لان الكادو حنا كنعطيو بزاف كنعطيو اعشاب الشاي فليوز زعتر وما شابه ذلك وكنعطيو العشوب مقطره زيت فلي ولا الرواح وما شابه ذلك وكاين هادشي هذا وتستاهلوا كل خير. نعطيو لكم كادو هادشي هذا والاخر ديك الشيء صح اجيو جنيوه هانتوما والله ما كاين مشكل مرحبا تستاهلوا الخير كامل على بركه الله. على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد العودة من السفر مباشرة كنوجد لكم الخلطة ديال السحرية من طبيعة الحال اللهم زيد وبارك. شنو كدير لنا غزلان هذه الخلطة؟ خلاص هذه الخلطة ميرام وتكرمنا شاركناها مع المشاهدين ديالنا العزازين. الخلطة اللي فيها مكونات كثيرة انا نقول لكم اكثر من 16 عشبة هنايا. بطبيعة الحال يعني الاعشاب لا تعد ولا تحصى اللهم زيد وبارك. كل شيء منقي كل شيء على حقه وطريقه كل شيء مقاد ومن طبيعة الحال الاعشاب اللي صحية 100% طبيعية 100% ما تخافوش منها. كتعالج فقر الدم احنا كنحاولوا تكون هذه الخلطة شاملة شاملة فقر الدم كتعالج فقر الدم وكتفتح الشهية وكتزيد في الغلط كتزيد في الوزن يعني ضروري إذا كان فيك فقر الدم راه مستحيل تزيد في الوزن من طبيعة الحال اللهم زيد وبارك. كنعملوا هنا عندنا الفوا عندنا النافع عندنا هادو سميتهم فواكه الجافة كاملين كنعملوهم حبوب اللقاح اللي راكم عارفين المنافع ديالهم مفيدة لا تعد ولا تحصى. بغيت نركز على القضية ديال حبوب اللقاح بلدية طبيعية هذه ديال هاد السنة أنتم ألوان مختلفة ومتنوعة الأشكال. هذه هي حبوب اللقاح الطبيعية الحرة هذه لمشيتو تلقاو يعني كتلقاوها في المحلات
في المغرب كتلقاوها غاليه، ماشي بحال داك الحبوب اللقاح اللي كتكون مستورده كتكون صفراء فقط، هذه كتلقاوها رخيصه. هذه راه حاليا راه وصل الثمن ديالها 400 درهم للكيلو، ولكن الحره الاصليه حنا ما كنبيعوش بهذا الثمن. الناس اللي كيبيعوا بهذا الثمن كنقول لكم ما شاء الله تبارك الله كتعتبر اقوى مضاد حيوي في العالم حبوب اللقاح. صالح الوليدات الصغار اللي هكا بغيو تقويه المناعه ديالهم، حنا الكبارين اي حاجه كلوا ماكك مع الحليب مع العسل باي طريقه اللي تختاروا نتوما. طبيعه الحال حبه السوداء المهم هنا عندنا كثير مكسرات كذلك مكسرات. مطحونه منوعه فيها كل شيء، اللوز القرقاع كل شيء ما شاء الله تبارك الله، الزنجلان المهم فيها ما شاء الله تبارك الله الخير الخير ديال الاعشاب المنافع ديالها للقيلول العصبي يعني كتفتح الشهيه. دابا غنضيفوا معها العسل والزيت على بركه الله. بعد الحال من بعد ما كنحركوا مزيان كيتحركوا مزيان مع بعضياتهم الله يبارك. باش كتسهل علينا التخلط كينسجموا ما شاء الله. المهم كنوا متاكدين ان هذه الخلطه انتم حنا كنخلطوا غير شويه لان كيصعب باش انك تنقي كل شيء وتقاد كل شيء. اللهم زيد وبارك، ماشي بحال داك الشيء ديال الفيسبوك اللي كتشوفوه راه لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الشيء راه صعيب ومسؤوليه. حنا المهم النتيجه مضمونه في يد الله سبحانه وتعالى، مضمونه 100%. واخا كل نهار يعني نخلطوا ما عندناش مشكل، ممكن نخلطوا حتى 20 قرعه هكا وكتبقى حتى هي طريه باش ما تبقى لا خشي داك الشيء علاش. والزيت البلديه ما شاء الله تبارك الله هي كالدمعه الحره الاصليه اللهم زيد وبارك. ضروري كنسبقوا الزيت على العسل باش كيزهي عين الخالق، حتى العسل راكم عارفين قاصحه شويه واش ما شاء الله تبارك الله كنعدي بشويه على بركه الله. بسم الله الذهب الذهب هذا هو الذهب، هذا هو العلاج اللي بغى العلاج، هذا هو العلاج اللي بغى العلاج. حنا حتى الناس اللي ما بغاوش ياكلوا خل الوليدات الصغار تعطيها صافي الان صالحه لكل شيء، ما تخافوش نهائي حقاش الاعشاب الطبيعيه وصحيه 100% ما تخافوش. غير هو حاجه واحده اللي كنوصيو عليها هي انكم خلال مده العلاج حاولوا ما امكن تيفيتيو وتبعدوا من الحوايج ديال الزنقه والمعلبات كلها، داك المقليات الفريت وداك الشيء اللي ديال الزنقه كيضرب الصحه كامل، كيضرب الصحه كامل بعدوا منه لانه ما غاديش الدواء نكونوا متاكدين، ولكن الا طليتوا في صحتكم في هذه الوقيته ديال العلاج اكيد غداو غيكون الشفاء 100% ان شاء الله. والعسل الحر الاصلي ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. هي الدمعه الختها ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك الخير الكريم. هذا عسل الاعشاب كنتفادوا نخلطوا بديك الشكلاط لا لا ما كاينش حنا كلشي طبيعي كيتباع، لا الخلطه بالدراسه ديالها مدروسه ما شاء الله تبارك الله، يعني عندنا كلشي طبيعي ونجيو نخلطوا بالشكلاط لا ما يمكنش ما يمكنش ما شاء الله ما جاتش. خويلي يا العسل خويلي يا عسل الاعشاب الرائعه ما شاء الله تبارك الله، يا سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام. هذه عسل الاعشاب فيها كل شيء تبارك الله نافعه وشافعه. ها هي الخلطه ديالنا واجده ما شاء الله تبارك الله، مزيان خصها تخلط مزيان المكونات يتجانس مع بعضياتهم معايا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. راه هذا الشكل هذا مازال غتطلع يطلقوا الفواكه الجافه كيطلقوا الزيت ديالهم الزنجلان كاع كلشي كيطلق داك الزيت ديالو ما شاء الله تبارك الله، مازال غيطلقوا الزيت ان شاء الله. المهم كنوا متاكدين ان الا تبعتوا الطريقه اللي كنوصيو بها ديال العلاج انه غيكون الناس اللي عندهم مشكل في الماكله ما كياكلوش غتفتح لهم الشهيه، الناس اللي عندهم نقصان في الوزن غتزيد لهم في الوزن، والناس اللي عندهم مناعه ضعيفه غتقوي لكم المناعه ان شاء الله. اللي عنده شي مشكل والله كتعالجوا ما شاء الله لان فيها فوائد شافيه نافعه ما شاء الله، المكونات ديالها صحيه 100% وبالصحه والراحه وعلاجيه كل شيء. واللي بغى شي حاجه مرحبا تواصلوا معنا في الواتساب واي حاجه على الرحب والسياح.